حبيب الجزيري، لاعب سابق للاتحاد الرياضي المنستيري من أوائل الثمانينات إلى 89. الفوتبول في بلادي هذا زمان الغورة، يا حسرة على وقت جدادي، كيف كانت الكورة، كيف كانت كورة شعبية، جالي جرافي في البلبل وميول الجمعية وما حسبها بالمال. هدف قاعد البال هو هدف محيط خرخنة في المستير، لنا جاية كورة من تالي منا راجعة جي مبسة ونحطها في الجول هذايا، يمشي الشعري وقتها الشعري يقول قرقنا مش يجيبها من برا، هي دخلت للشبكة وخرجت، ضربت في الشبكة بالقصور متاع قوت الشوتة، تضرب في الشبكة وتخرج. عندي الجول هذاك زاد المرمى هذاك مركت فيه بونتو ضد لتوال كوفرون يراك لو منه بالضبط كيما عندي توا، هو كورة هوني كاي وقتها كورة كيما عندي توا، جول تاع النجم الرياضي الساحلي ولا حريش، حط منه نحطها له وتمشي في الأونجل غادي في الديزيام بوتو. طارق سالم عودها من بعد غادي احسن مدرب شولت الماني من الثمانينات وقت صالح قديش كان السيستون تاعه فتره هذيك، عندك براوي الجمالي، كمال الحداد، رضا الجزيري، مصف الغندري، عثمان قلاله، برشا تسميهم. مصف تبقى ما خلطش عليه، يعني وقتها كنت نجيب في الكوره راماسور دو بال وقت، اما خلطت على محله زاد مشي فريق قومي، زاد محمد صالح محله وقتها فريق قومي. يعني بالنسبه لي انا احسن رجل جمالي وقت الهادي البنزرتي بصراحه، سان مفتح وقاري في فرنسا يعرف، هو حتى فوزي بنزرتي كل شيء كي كان ايراني، هو يسمى اخواته اخوات الهادي ولطفي والفوزي، كان يجيب لي مكتوب من فرنسا ويقراهم باش يبدا اجور، تقريبا خلق البروفيسيونال قبل ما يخلق البروفيسيونال. يعني اول ما بديت نلعب في السينيور ليكيب سينيور نلعب الفوق، لنا وقتها هو كان مازال ما تعملش غازون، كان مازال تراب تنباتي وقت بعد كي بداوا هذا يعملوا فيه غازون، هبطنا اللوطه للحفيره لعبنا في الحفيره قداش من عام، عامين وثلاث سنين تقريبا. بعدك يحضرت انا هذا ولا طلعنا الفوق، لنا بلوز ما كانش هكا راهو بلوز، يعني وقت نلعب ما كانش، كان معمول بالحديد وباللوح واحد كل شيء، تو تسمى شيء اخر شيء كبير، واحد ما خلطش على الفتره هذيك، انا خلطت راهو مصلي يعني بيه. اما هكا تو تسمى شيء كبير، الجمهور كان عندك القردان هذاك ما كانش الكل، كان الوسطاني، وعندك لنا كانت كل منصة بلوز، كان منصة برا عبارة على منصة نتاع ساحة ثلاثة وود يجيبوها ينقلوها لنا، حتى من غير ما تشعر بحتى شيء تولي تلعب في كورة تلعب وحدك تنط. كل بلاصة في التران عندها قصة معي، منهم ماتش ضد حمسوسة لنا عندي شركة نلبسها، كانوا قبل اللي زربيتهم من حين الشرك واحد كل شيء، واحد على الحوار وقتها انا ماركيت له بونتو لنا في ضد حمسوسة قطع لي الشركة، قعدت له شيء وسلمت الكورة والجمهور يتساءل شويه باش يعمل باش يعمل. معناها هذه ذكرى من الذكريات قبل ما ناخذوش من عند الجمعيه، يعني تبدل الوقت وتبدل الدنيا تبدلت، ولا فيها برشا فلوس ولا مستقبل واحد، بل احسن بريم، احسن بريم وقتها عام 84 85 منعنا مسقوط باش عطاونا 500,000، لكن وقتها فلوس وفلوس، احسن بريم خذيناه ما ناخذوش، كنا نخدمه خدمونا وبر ناخذوش فلوس وما يدخلونا نخدم وقتها، المهم نخدم نولي عندي مستقبل وكول اكثر لاقل. مباراة الذاكرة احسن مباراة يعني بالنسبة لي، يعني قعدت حتى بالنسبة للمستترية كل كاي راهي ماتش تروزاس 84 85 يلزمنا باش نربحوا باش نمنعوا من السقوط. مشينا وقتها مستير كاملة مشات لغادي كاي الصفاقس وواحد وقتها، يعني جمعة كاملة نترينا معناها اموري واضحة في فورما واحد كل شيء. جات فترة ما عرفش بدنا في سيدي منصور حصيل وصارت نبزيات، لطفي البنزرتي يسمع بها الحكاية، يسمع بها كنت نلعب تيتيلار ولا خلاني على البنك، دخلت ربع ساعة الأخرى مركز البونتو الأول والثاني ومنعنا مستير كاملة وقت شاخ. لطف الرحيم مدرب سابق للاتحاد الرياضي المنستير. باركور في الموسم هذاك اللي يعتبر موسم استثنائي، كان في مسابقة الكاس لعبنا أربع مقابلات اللي سواديزون ضد منافسين يعتبروا معناتها منافسين نتاع مسابقة كاس، حمام سوسة في حمام سوسة، مستقبل جابس في جابس، ومن بعد الترجي الرياضي في المنزه، ومن بعد المقابلة النهائية كانت ضد النادي الصفاقسي في رادس. للتذكير أنه
في النصف النهائي كانت التشكيلة هي نفسها اللي لعبت في النهائي. وبالمناسبة نجم نقوله لو كانت التقنية الحديثة اللي استعملوا فيها حاليا الفار كان الاتحاد الرياضي المونستيري هو صاحب الكأس، بما أنه كانت عدة أشياء منها الورقة الحمراء لهيثم رابط، دوزيام جون العصام مرديسي، الورقة الحمراء لخالد أهماني اللي كانت معناتها خيالية، والهدف اللي سجله هشام السيفي كان واضح لكن جودوستوش معناتها ما ساعدش الحكم الساحة. هزمنا 1-0 في الدقيقة 121 تحصرنا عليه، لكن هذيك الكرة والله يبون الأيامات اللي سبقت النهاية كانت بصراحة هي حفلة بمعنى الكلمة، لأنه الناس كل حسوا أنه النصف النهائي هو في حد ذاته معناتها الفوز على الترجي يعني ذاك معناتها تتويج، لكن كانت الناس كل تمني النفس باش تلعب على حظوظها. لما تشوف كان الكلمة الطيبة حاجة اللي تثلث الصدر، الناس كل اللاعبين الإطار الفني الطبي الناس كل برافو برافو برافو، دونك هذيك كانت إيجابية كبيرة ياسر معناتها في الشارع الرياضي، وهذا مش غريب على جمهور الاتحاد الرياضي المونستيري وعلى منطقة المونستير ككل. الناس ما كانتش متوقعة باش نفوزوا على الترجي الرياضي في المنزه بالذات، وفي الموسم هذاك كان يطلق عليه دريم تيم بالعناصر اللي يضمهم في صفوفه. صارت فرحة كبيرة بالنشوة نتاع الانتصار، كيف جينا الناس كل مشات، الجمهور كان ينتظر فينا في وسط المدينة، وكانت شبه احتفالات بالإحراز على الكأس. هذيك كنت معارض أنا شخصيا على باش نقوموا بالشيء هذا، لكن كانت معناتها الأمور تجاوزت الناس كل، صارت بسيكولوجيكمون كشارش بسيكولوجيك نتاع الملاعبية تنحات. باش نعاودوا الرجوع يلزم وقت، وزيد مشي بعض النقاط الأخرى في الحوافز المالية وكل بعض الملاعبية اللي كانوا متخوفين، القيمة المالية اللي رصدها رئيس النادي مشكور في الآن ذاك كانت كبيرة، دونك عدة أشياء، لكن الأهم من هذا المشاكل هذه تصير على الفرق الكل. لي سيركونستانس تاع الماتش كانت عادية، النادي الرياضي الصفاقسي كان يعجب النجوم في الموسم هذاك، وللتذكير سبق لنا وأنه فزنا عليه 4 في الملعب نتاعنا، فزنا على الكبار النادي الافريقي ترجي الرياضي ازحناه من الكاس، دونك كانت الفريق نتاعنا ادى مقابلات كبيره في الموسم هذاك وكان يحسب له الف حساب. ان شاء الله نقولوا احنا المستقبل افضل للاتحاد الرياضي المونستير. الحديث ما بين الشوطين هو ما انت كان سيكولوجيك ونقولوا ما انت تكتيك بالبحث، ما انت كانت هنا باش نواصلوا معناتها كنا نلعبوا بلوك او، وكانت بكل صراحه كنا معناتها مركزين انه باش نكونوا مقابله كامله معناتها مؤمنين بحظوظنا ومركزين، وخاصه الهفوات اللي باش تصدر من بعض اللاعبين اللي يتشنجوا بسرعه. والله المباريات ما عادت مباريات، لكن اللي تبقى في الذهن هي ربما المقابلات اللي، لانه ما نجموش نحكيوا على التميز مع فرق اقل منك قيمه، دونك المقابلات اللي قعدت في البال هي إزاحة الترجي في النصف النهائي، الانتصار على النادي الإفريقي في الموسم هذاك مع عبد الحق بن شيخة، تحصلت على البطولة وبهزيمة وحيدة ضد الاتحاد الرياضي المونستيري، والفوز على النادي الصفاقسي اللي بعد تقريبا موسم ونص ما تعرضش للهزيمة توت كومبيتيسيون كونفوندو، كان معنا احنا بأربعة في على ملعبنا. هذوما اللي كانوا فريمون المقابلات اللي تبقى، وعندها معناتها رمزيه الاتحاد الرياضي المونستيري انه كان معناتها من الفرق اللي يحسب لها الف حساب وكان عندها وزن ثقيل. عده اهداف ربما الهدف سجله هشام السيفي، نلعب ضد الاتحاد الليبي سجل هدفين لهنا في الملعب هذا. ندم من سنتين من نادي الرياضي لحمام نمف، مدرسه كبيره جابت برشا ملاعبيه كبار، كوره الهدف الثاني والهدف الثاني، ماذا يحدث الاتحاد الليبي؟ واش حددت لها يا مونستيري؟ 2-0 مرة أخرى، نفس السيناريو فرنساسي، فرنساسي أو السيفي، من أقول يعطينا نسمات الصيف في بدايات الشتاء؟ 2-0 للأزرق والأبيض، حتى أنت يا بلو يا بلانكو متألق في السماء وخارطة الكرة العربية. نعم الاتحاد في 8 دقائق، المونستيري يتقدم بثاني الأهداف. كورة من علي بن عبد القادر، كورة الصناعي يضربها بالراس هشام السيفي في الجول في المرمى، 2-0. كانت احتفال كبير في الموسم هذاك لأنه فزنا على فريق اللي يضم فيه عناصر 8 لاعبين من المنتخب الليبي، وحتى حد ما كان متوقع اللي باش نفوز وفزنا عليه لهنا، وتأهلنا باش لعبنا ضد وفاق ستيف، من بعد كملنا الباركور نتاعنا وصلنا لانكاردو فينال كوبا راب.
سالم، طارق سالم مع ملامح الدقيقة 19 هنا في عين الفوارة. طارق يا سالم مباغت، وإن غابت الصورة فإن الحضور كان بالهدف بتسديدة قوية صعبة عصماوية على طول سكنت الشباك العليا. إذن بعد الغياب وبعد الانقطاع يعود اتحاد المونستيري التونسي لكي يفرض الكلمة هنا في هذا الملعب، في ملعب استاد 8 مايو. هما عدة فترات ربما كنت محظوظ لأني لما مسكت حققته، ربما معناتها هذه للتاريخ، مرتبة سادسة، مرتبة خامسة، مرتبة رابعة، ان كارت دو فينال كوب اراب، كوب دو تونيزي، لاكسيسيون الحمد لله انه واحد خدم جمعيته، ما بخلش على جمعيته باي قطرة نتاع عرق، والناس كل كانت مساهمة في الشيء هذا بكل صراحة، لانه كانت لحمة كبيرة بين الفريق ككل. كي نقولوا احنا فريق يعني وحدة عمل كاملة، لاعبين، اطار فني، اطار اداري، جمهور، كانت عندها فريمون اجواء طيبه وايجابيه للغايه في جميع المسابقات، كسوسوا بطوله ولا كاس ولا بطوله عربيه. شفنا الناس كل معناتها ماديه، مش بالضروره ماديا لكن حتى معنويا، كنا نلقاو المسانده الكامله من جميع الاطراف. لكن اللي تبقى في الذكرى عام تلاكسيسيون، يظهر لي الجمهور والعائلات والجماهير اللي خرجت لوسط البلاد واحتفلت بالصعود هذاك، معناتها بصراحه معناتها حاجه اكسبسيونيل ما كنتش نتصورها، كانت اكبر من وصول الفريق للنهائي، فرحه ما كانت منقطعه النظير. ان شاء الله نقولوا احنا الاجيال القادمه والناس اللي باش تسهر على الفريق، كسوسوا معناتها اطارات اداريه ولا فنيه، تفرح الجماهير العريضه نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري وتحقق معناتها الاماني نتاع الشارع الرياضي. ربما كنت نتمنى اني باش نعيش بعض المقابلات كمتفرج بكل صراحه، لانه كي تعيشها كفني تكون انت في موقع عمل، تحب تفرح الناس، تحب تكون بروفيسيونيل معناتها في المهنه نتاعك، لكن كل الفرحه والانفعال معناتها كسوسوا بوزيتيف ولا في بعض الحين نيجاتيف في الاتجاه الايجابي معناتها في التاسف، معناتها ما تنجمش تعيشه كمدرب، لانه انت عندك مسؤوليه معناتها على كتافك، ما يلزمكش تنفعل برشا وما يلزمكش تفرح، دونك باش تكمل المهمه نتاعك على اكمل وجه يلزمك تكون مسيطر على الجوارح نتاعك ومشاعرك وتؤدي المهمه نتاعك كما يلزم كونترنور بروفيسيونيل. انت كلمه الختام نتمناو باش، لانه الفريق كما تعرف الناس كل يمر بوضعيه صعيبه، ان شاء الله احنا نتمناو، وهذا مش غريب على احباء الاتحاد الرياضي المونستيري، باش يساندوا الفريق هذا معناتها ماديا ومعنويا، لاعبين واطار فني واطار اداري، باش يحقوا معناتها المانتيان في الليغ 1، وان شاء الله معناتها ما فما كلام.